السلام عليكم. الآن نكمل الفيديو الثاني حول بناء بيئة افتراضية. طبعا في الفيديو الأول احنا تكلمنا عن استخدام برنامج Oracle Virtual Box، وأيضا نزلنا بيئة افتراضية داخل Oracle Virtual Box هي عبارة عن Image أو Guest من Linux Kali. طبعا نزلنا 2 Images، فأصبح عندنا 1 Host اللي هو عبارة عن Windows 10، وعندنا 2 Guests Kali مع Kali. طبعا احنا حكينا هذا هو الخطوه الاولى ضمن مشوارنا، راح نتكلم عن اوراكل فيرتشوال بوكس زائد وبناء فيرتشوال ماشينز. الان طبعا ذكرنا انه اغلب السكيورتي بروفيشنز بيستخدموا كالي لان هي عباره عن ديستريبيوشن اوف لينوكس، بيشمل اغلب اللي هو السكيورتي تولز اللي هو شخص ممكن يكون بحتاجهم، فافضل ما يكون يستخدم بيئه وبعدين لاحقا يضطر ينزل التولز هو بحاجه لهم. حكينا لما نزلنا احنا الاوراكل فيرتشوال بوكس سميناها هايبرفايزر، وايضا لما نزلنا الكالي نزلناها عباره عن فيرتشوال ماشينز از جست فيرتشوال ماشينز، ثم اضفناها بشكل او في اي. طبعا هاي الخطوات شرحناها بالفيديو السابق، وراح انزل رابط الفيديو السابق في اسفل والديسكربشن لهذا الفيديو اذا حدا منكم حاب يحضر الفيديو السابق. طيب ايضا لاحظنا ملاحظه انه لما انا انزل خلينا نحكي الفيرتشوال ماشين في شيء اسمه نتوركينج مود، يعني حاله الشبكه بكون اي حاله. فينا مجموعه من النتوركينج مودز، والنتورك مود اللي احنا كان باي ديفولت بنزل مع الاوراكل فيرتشوال بوكس كان اسمه نات. طبعا سواء كان الجست هو كالي او مش كالي، هو الديفولت هو عباره عن نات. طيب اثناء الانستليشن فينا مجموعه ملاحظات ممكن الواحد ينتبه لها. اول ملاحظه، بعض الاحيان عباره عن الكمبيوتر نفسه ما بيكون جاهز حتى يعمل فيرتشواليزيشن. طب شو الاجراء بهي الحاله؟ لما انزل فيرتشوال بوكس ممكن ما يشتغل مع هاي الفيرتشوال ماشين، فالحل بهي الحاله اروح انا على البيوز. البيوز عباره عن شاشه دخول لما ادخل على الكمبيوتر، فممكن اضطر اكبس على كبسه F10 او F12 حسب نوع الكمبيوتر. فور اكزامبل مثلا انا نوع الكمبيوتر هو اتش بي اومن، هذا نوع الكمبيوتر، فبالتالي بكتب اتش بي اومن انتر سيت اب، بحكي لي ما هو الكي المستخدم حتى ادخل السيت اب. اذا اضطريت هذا الكلام تبع استخدمه، اذا حصل معي خطا معين وايرور فبضطر بهي الحاله انه انزل او اروح اعمل انيبلنج للفيرتشواليزيشن. بدخل على سيت اب، ببحث عن شيء اسمه فيرتشواليزيشن وبعمل انيبلنج للفيرتشواليزيشن اذا اضطريت، مش يعني دائما لازم اعمله. الامر الاخر هو الموضوع اللي هو سبورت للماوس. في الماوس الموقع اللي احنا نزلنا منه الفيرتشوال بوكس في شيء اسمه اكستنشن باك. اكستنشن باك بدعم لي استخدام اليو اس بي والماوس، فايضا متوفر ممكن انزله اضطريت. طبعا في كثير احيان اذا حصل معنا ايرور معين اثناء تنزيل فيرتشوال بوكس، في ايرور بيطلع في كود او رمز، فممكن اعمل سيرش على اي سيرش انجن احكي ايرور فور اكزامبل ايرور 210 اذا بنحكي عن رقم ايرور معين داخل فيرتشوال بوكس، فراح الاحظ بعض الكومنتس من بعض خلينا نحكي اليوزرز السابقين، فبوضح لنا ما هو المشكله وما هو علاجها. طبعا ممكن هذا الكلام ما نضطر يعني نعمله، ممكن ما يعني يكون عندنا اي اشكاليه، قد يكون باي ديفولت انه الفيرتشوال بوكس يعني كود ران سموثلي بدون اي مشاكل، وقد يكون الفيرتشواليزيشن از انيبلد باي ديفولت، هذا كلام وارد. ففعليا يعني ممكن يكون يعني بدون اي داعي وبدون اي مشاكل، ف يعني هوبفلي ما يكون عندنا اي مشاكل وتكون امور بشكل سموث. طيب نذكر احنا داخل الفيرتشوال بوكس نزلنا 2 فيرتشوال ماشينز، وكان عندي سابقا فينا 3 other virtual machines. حكينا لما انا حاب اعدل خصائص ال virtual box بشكل عام اوراكل virtual box من قائمه فايل بختار preferences. اذا حاب اتعامل مع virtual machine معينه مع guest معين ممكن اروح اختار virtual machine ورايت كليك واغير settings. هذا كلام حكينا عنه المره الماضيه. طيب اذا نذكر داخل الهوست ماشين بشغل command prompt بحكي له ip:con فيك، بعطينا اي بي ادرس. الاي بي ادرس في الحاله هو 192.168.140، وعملنا ريكوردنج للاي بي ادرس ضمن الهوست ماشين. فالاي بي ادرس هو 192.168.140. طيب بدايه في الفيرتشوال بوكس اوراكل فيرتشوال بوكس كل فيرتشوال ماشين كل جيست ممكن عنده اب تو 8 ادابترز، يعني هو قد يكون جزء من 8 شبكات مختلفه. طبعا لما اروح على السيتنجز الخاصه بالفيرتشوال بوكس اربع من هاي الادابترز كان بي كونفيجر فور ذا انترفيس، معناها سيتنجز الان نتورك عندنا 4 ادابترز
وفي هنا اربعه مور ادابترز كان بي كونفيجرد فروم ذا واتس كولد فيرتشوال بوكس مانجر. فانا اي كان بي بارت ات ذا سيم تايم فروم 8 ديفرنت نتوركس. فذن ايتش فيرتشوال ماشين كان هاف اب تو 8 ادابترز، 4 كان بي كونفيجرد فروم ذا انترفيس اند 4 فروم ذا في بوكس مانجر. طيب ناخذ بس فكره عن كيف بكون وضع الشبكه عندنا في المنزل. عندنا انترنت سيرفيس بروفايدر مثلا اللي هو مزود خدمه الانترنت، فممكن يكون عندنا راوتر، الراوتر قد يكون عنده اي بي ادرس مثلا فور اكزامبل 192.168.10.1، هذا الاي بي ادرس فور ذا جيت واي، وبوزع على الاجهزه المختلفه. مثلا قد يكون عندي بي سي الاي بي ادرس 192.168.10.2، وقد عندنا موبايل فون والاي بي ادرس 192.168.10.3. فهذا عباره عن تيبيكال هوم نتورك. فعندنا مجموعه من نتوركينج مودز راح نناقش اهمها، اللي هو النات، نات نتورك، بريدج ادابتر، انتيرنال نتورك، هوست اونلي ادابتر. طبعا كل واحد منهم بستخدمه في سيناريو معين. راح نتعرف على هاي الانواع من انواع خلينا نحكي نتوركينج ومتى بستخدم اي سيناريو. نبدا بالنات. طبعا لاحظنا انا بذهب للفيرتشوال ماشين على الجست وبختار النتوركينج مود هو نات. بهاي الحاله الفي ام فيرتشوال بوكس شيلدز ذا في ام بيهايند ذا هوست، اذا عباره عن عمليه تغليف او شيلدنج، وبالتالي بصبح عندي اللي هو الجست اصبح مغلف ومحمي خلف الهوست، يعني ما في وصول مباشر من النات للشبكه او من فيرتشوال ماشين للشبكه، كله يمر من خلال الهوست، فالهوست بتصرف كبروكسي. في هنا رسمة توضيحية على الجانب اليسار بالأعلى عندنا اللي هو الجست. طبعا خلينا نحكي الشكل البيضاوي هو عبارة عن الفيرتشوال بوكس بيعمل الشيلدينج. عندنا هنا الجست، والجست بيتعامل مع خلال الفيرتشوال بوكس نات انجن، ونات اختصار نتورك ادرس ترانزليشن. أي طلب بطلبه خلينا نحكي الجست بطلبه من خلال الفيرتشوال بوكس نات انجن، وهذا الانجن بيتعامل مع الهوست ادابتر. فأي طلب العامل الخارجي يصدر باسم الهوست اللي هو الويندوز. فملاحظ هنا صدر طلب مثلا من الفيرتشوال ماشين نتورك ادابتر، فداخليا بيظهر الطلب فروم 10.0.2.15، هذا الاي بي ادرس خاص بالجست. بوصل الطلب للفيرتشوال بوكس نايت انجن، طبعا هو كجيت واي ممكن يكون عنده اي بي ادرس 10.0.2.2 ايضا جزء من نفس الشبكة، بحول الطلب للهوست ادابتر. طبعا كل شبكة اللي هو الفيرتشوال بوكس والفيرتشوال ماشينز بيظهروا عبارة زي كان ابلكيشنز، يعني الهوست ادابتر زي خلينا نحكي فور اكزامبل ادابتر الخاص في الويندوز بتعامل مع الفيرتشوال ماشين كما لو كانت فور اكزامبل جوجل كروم ابلكيشن او سكايب او اي انترنت بيز ابلكيشن. الان الطلب بتحول للعالم الخارجي ويصدر باسم بالنيابة عن اي فيرتشوال ماشين، لكن يصدر باسم الهوست، فالهوست هو الشيء الوحيد الظاهر للعالم الخارجي. طيب ما هي مزايا او خصائص هذا النوع من انواع النتوركينج؟ لاحظ على الجانب اليسار في عندنا اربعه فيرتشوال ماشينز، كان ممكن اكثر، كلها تتعامل من خلال النات والطلب يوصل من خلال الهوست ادابتر. في عندنا هنا في الكورنر بعض النقاط، واكيد واضح انه الصح انه هاي الميزه موجوده والخطا انه هاي الميزه غير موجوده. اول شيء access from outside network، المقصود الفيرتشوال ماشين زي فور اكزامبل كالي ما نقدر نوصلها من خارج الشبكه او شبكه خارجيه. We cannot access كالي from outside، كالي هو فيرتشوال ماشين جيست داخلي. طيب network between host and virtual machine، يعني ما انا قادر اوصل من الهوست للفيرتشوال ماشين، لكن من الفيرتشوال ماشين للهوست كنت كان اعمل بينج ذا متذكر بالفيديو الاول. Network between VMs، يعني VMs نفسهم إذا عندي أكثر من نسخة من الكالي ما بقدر أعمل بينهم networking. هاي أول ثلاث نقاط. النقطة الرابعة access to external network or internet، فال VM أو الجيست زي ما شفنا الفيديو السابق كان بيقدر يعمل access للهوست اللي هو الويندوز، وبيقدر يعمل access للإنترنت. طب let's try. الآن أنا هون حاليا بالكوماند برومت الخاص في الهوست، نفتح احد الفيرتشوال ماشينز ستارت. حاليا هاي اللوجن سكرين، اليوزر نيم كالي والباسورد كالي. بذهب للتيرمينال
اتاكد شو اي بي ادرس، بدايه اكب الخط اللي هو كنترول بلس بلس، لاحظين الايديت كنترول بلس بلس. طيب بحكي له سودو اي اف كونفيج، حتاكد ما هو الاي بي ادرس، بطلب من الباسورد، بحكي الباسورد هي كالي، بحكي الاي بي ادرس بالنسبه لهذا الجهاز هو 10.02.15. ونتذكر احنا الاي بي ادرس كان للهوست، خلينا نعرض الهوست ات ذا سيم تايم بجانب الكالي، الهوست كان 10.192.168.140. طيب خلينا نجرب، انا من داخل الكالي دعم بينج للهوست، بينج 192.168.140. قادر يعمل بينج للهوست، كنترول سي حتى اوقفها. الان من الهوست بدي اعمل بينج ل 10.02.15، تاكد بس الاي بي ادرس 10.02.15، يس نعمل بينج مش قادر يوصل. ريسبونس او ريكويست تايم اوت، اذا الكالي اللي على الجانب اليمين كان قادر يوصل الهوست، لكن الهوست غير قادر يوصل الكالي. هذا بالنسبه ل النتورك مود اللي اسمه نات. طيب راح اذكر الفيرتشوال بوكس انه اذا حاب اغير النتورك مود مضطر اعمل ريستارت الماشين باور اوف. انتقل الان للنوع الثاني من انواع اللي هو النتوركينج اسمه نات وذ بورت فوروردينج، هو اقل اهميه لكن الخطوات موجوده في السلايدز. النات وذ بورت فوروردينج واضح هو زي النات لكن مع اضافه بسيطه شيء اسمه بورت فوروردينج. الان هو اوتسايد اوف اور سكوب، الخطوات راح تكون في السلايدز واللينك للسلايدز راح يكون باسفل الفيديو، لكن هذا حابب اطبقها ممكن اطبقها. شو المقصود؟ احنا حكينا بالنات ما بقدر اوصل للجست من خلال الشبكه الخارجيه. الان راح هذا الكلام اعدله من خلال البورت فوروردنج، اسمح لجهاز خارجي يوصل للجست من خلال شو اسمه بورت فوروردنج. ما هي الخطوات؟ بدايه انا بروح على اوراكل فيرتشوال بوكس، بختار الفيرتشوال ماشين الجست اللي انا حابب اتعامل معاه، في شيء اسمه نات، في الاسفل شيء اسمه بورت فوروردنج، بعمل عليه كليك، بحكي له اوكي البروتوكول هو تي سي بي، الهوست بورت، الهوست طبعا خاص بالويندوز برا الفيرتشوال بوكس هو 2281، الجست بورت اللي داخل الفيرتشوال ماشين 22، زي عم نعمل عمليه مابينج او علاقه بين بورت خارجي مع بورت داخلي. طيب ثم الان متاكد طبعا احنا هنا فعليا ما هي السيرفيس شغال عندنا في الجهاز في ماشين، فعندنا مثلا هو بورت 22. طيب الان في هنا تول اسمها بوتي، بوتي هاي التول بتنزل على الهوست الويندوز، باجي على البوتي بحكي له اوكي الان انا عندي 127001، هذا عباره عن الاي بي ادرس لللوكال ماشين، تمام؟ فاعمل بورت فوروردنج 2281. طيب فبهي الحمل العمليه الحاله انا بحكي 2281 هو البورت اللي انا اذا وصلني الشيء من العالم الخارجي راح احوله للجست اللي هو داخل الفيرتشوال بوكس. فهي فكره البورت فوروردنج. نشوف الخطوات في البورت فوروردنج، زي ما حكينا هو اقل اهميه. بيجي بدايه بيجي طلب من العالم الخارجي، مثلا بيجي طلب ل اي بي 192.168.10.2 والبورت هو 2281. طبعا انا بلاحظ انه عندي بورت معين اسمه 2281. الان في بكون البوتي از ليسننج بحكي اوكي 2281 هو فعليا مقابل الفيرتشوال ماشين اللي لها اي بي ادرس 10.2.0.15، ولازم احول الطلب من بورت 2281 لبورت 22. فالطلب برجع حوله لداخل الفيرتشوال ماشين، بوصل الطلب داخل الفيرتشوال بوكس بيعرف انه فعليا هذا الطلب موجه لهي الفيرتشوال ماشين الاي بي ادرس 10.2.0.15. ننتقل للنوع الاخر او التالي من انواع الفيرتشوال بوكس نتوركينج، عندنا شيء اسمه نات نتورك. النات نتورك الان بحسه كالتالي، انا بصبح عندي هناك تواصل بين الاجهزه المختلفه، يعني الفي امز في بينها تواصل. حكينا احنا بالنات الفي امز نفسها فيش بينها تواصل، يعني فيش تواصل بين اول في ام مع ثاني في ام مع ثالث في ام وهكذا. طيب بدايه
بدي اروح على الفيرتشوال بوكس بريفرنسز. طبعا ما بدي اعمل كليك على اي فيرتشوال ماشين على اي جيست، لا، داخل فيرتشوال بوكس من فايل منيو، فايل بريفرنسز، عندنا شيء اسمه نتوركينج، بضيف نيو نتورك. طبعا قال لكم عندي هنا مالتيبل نتوركس، بضيف نيو نتورك، وهي النتورك الجديده بسميها اسم معين، ممكن اسميها هوم نتورك، ممكن اسميها اوفيس نتورك، ممكن اسميها اي اسم ممكن يخطر ببالي حسب استخدام هاي الشبكه. الان طبعا الشبكه برضه بختار شيء اسمه نتورك ماسك حتى احدد كم عدد الاجهزه القصوى اللي ممكن يرتبط بهذا اللي هو فعليا ضمن هاي الشبكه. فخطوه رقم واحد، خطوه رقم اثنين بطبقهم انا من خلال البريفرنسز للاوراكل فيرتشوال بوكس. بعد ذلك بروح على اي فيرتشوال ماشين حابب تكون تنضم تكون جزء من الشبكه، بروح بعمل عليها رايت كليك، سيتنجز، نتورك، بغير اللي هو المود من نات لا نات نتورك. وبهاي الحاله انا مضطر اختار اسم الشبكه اللي انا لازم انضم لها. فور اكزامبل عندي اربع اجهزه، قد يكون جهاز واحد واثنين هم جزء من نات 1 وجهاز ثلاثة واربعة جزء من نات 2، فانا بختار اسم الشبكه. طبعا في هنا ليست او خليك دروب داون ليست، بختار اسم النات نتورك، فبيطلع عندي قائمه باسماء النات نتورك. طبعا لازم اكون طبقت في الاول خطوه رقم واحد واثنين. انا حاليا داخل اوراكل فيرتشوال بوكس، فايل، بريفرنسز، نتورك. الان عندهم مجموعه من انواع النتوركس او مجموعه من المسميات، بنشئ نيو نات نتورك او ممكن اشوف خصائص شبكه اخرى سابقه، بروح اعمل بلس، سمى لي الشبكه نات نتورك ثرو 3 باي ديفولت. طبعا ممكن اغير الاسم حسب الحاجه. فانشا نات اسمها نات نتورك 3. بذهب الان للفيرتشوال ماشينز عندي، رايت كليك، سيتنجز، نتورك. بدل ما يكون عندي نات كنا بختار نات نتورك، وبختار اسم النات نتورك انا حاب اكون جزء منها. اوكي، بروح على سكند فيرتشوال ماشين، سيتنجز، نتورك، نات نتورك، نات نتورك 3. اوكي، بشغل اللي هو الفيرتشوال ماشين الاولى. It takes some time. بشغل الفيرتشوال ماشين الثانيه، ظهر تو فيرتشوال ماشينز بجانب بعض، طبعا المسميات تختلف. طيب بدخل يوزر نيم وباسورد، كالي كالي، وبالسكند فيرتشوال ماشين بختار ايضا كالي كالي. طبعا نلاحظ ان الباك جراوند الاولى على اليمين هي باللون الاخضر زي ما انا غيرتها سابقا، وعلى اليسار باللون الازرق بحيث اميز بين التو فيرتشوال ماشينز. شغلت الان التيرمينال، اكبر الخط، اروح على الثانيه اشغل التيرمينالز، اتاكد ما هو الاي بي ادرس. الان سودو اي اف كونفيج، الباسورد هي كالي. الان 10.0.2.15 سكند 1 سودو اي اف كونفيج، باسورد كالي، الاي بي ادرس 10.0.2.4. فاصبح الاي بي ادرس مختلفه، ولو في عندي فيرتشوال ماشين ثالثه راح تكون ديفرنت اي بي ادرس. طب ليتس تراي، هل في تواصل بين تو فيرتشوال ماشينز اور نوت؟ بنحكي بينج 10.0.2.4 عم بعمل بينج، الثاني بينج 10.0.2.15 ايضا بعمل بينج. طيب حاب اوقع اي واحد منهم بعمل كنترول سي وكنترول سي. المود الثالث هو اسمه بريدج ادابتر. بهي الحاله احنا بنرفع الشيلد او الحصار عن الجيست وبصبح مباشره بتعامل مع الشبكه بشكل مباشر. الان طبعا اصبح هو والهوست سواسيه تقريبا. طبعا هو بهي الحاله الجيست مباشره بيرتبط بالانترنت. طبعا هذا كلام فيه خطوره، لانه فعليا اذا الفيرتشوال ماشين I'm not sure about its source من مصدرها ممكن يشكل خطر على الشبكه. فالفيرتشوال ماشين اصبح انا ممكن اعملها بينج مباشره من العالم الخارجي، من خلينا نحكي من الهوست، وايضا من حتى من خارج الشبكه ممكن من ديفرنت ماشين. وبالتالي قد اذا في عندنا برمجيات خبيثه
في ال... خلينا نحكي في الجيست ممكن هذا كلام يأذي الشبكه، فانا اي نيد تو ميك شور انه المصدر تبع الجيست بيشو ماشين هو مصدر امن. طيب البريدج ادابتر بالطريقه التاليه، الى على الجانب اليمين هنا عندنا جيت واي 192.168.10.1، البي سي هوست ادابتر 192.168.10.2، وعندنا تو فيرتشوال ماشينز الان اثنين لو حولناهم لبريدج ادابتر بصح 192.168.10.3 و10.4. طيب ما هي المزايا او ما هي الخصائص بهالحاله؟ اول شيء وي كان اكسس ذا جيست فروم ذا اوتسايد نتورك، يعني وي كان بينج from the outside network. We can access between the host and the VM. يعني ال host ممكن يعمل ping لل VM وال VM أيضا يعمل ping لل host. Network between VMs. ال VM نفسهم قد يكون بينهم تواصل. طبعا بشرط إنه يكون الأول bridge والثاني bridge. إذا واحد منهم bridge والثاني عبارة عن NAT لا. الميزة الأخيرة أيضا ال guest ما زال قادر يتواصل مع العالم الخارجي. طيب let's try this mode. راح أنتقل أنا لل virtual machine. داخل فيرتشوال بوكس اروح على السيتنجز نتورك مود، اغير نتورك مود يصبح عباره عن بريدج ادابتر. طب نعمل ستارت، فيش داعي نعمل تشغيل للتو فيرتشوال ماشينز لانه ذا سيم سيناريو، وراح احاول اتواصل ما بين الهوست وبين الفيرتشوال ماشين. راح اشغل السي ام دي في الهوست واعرض الهوست و الفيرتشوال ماشين سايد باي سايد. نتذكر الاي بي ادرس للهوست 192.168.140. طيب ليتس تشيك وات وود هابن للجست. نشغل التيرمينال سودو ifconfig الباسورد كالي. الان بالاعلى الان اصبح الاي بي ادريس 192.168.100.147. طيب اذا اصبح بيشبه الاي بي ادريس خاص بالهوست. نعمل ان بينج 192.168.140، اصبح عباره عن هو قادر يوصل للهوست، وهذا الكلام كان يحصل ايضا حتى في حاله النت، لكن الوضع المختلف الان نجي على الهوست بينج 192.168.100.147 also bingable. إذن أصبح الهوست الآن قادر يوصل مباشرة للجست، ممكن بينه interaction، ممكن الجست كان could harm the host or could harm the whole network، إنه هو أصبح عنده access على الشبكة بشكل مباشر. We have to be careful لما تعامل مع المود اسمه bridge adapter. النتورك مود اللي هو قبل الأخير اسمه internal network. بهاي الحالة ال virtual machines could talk to each other internally، وبالتالي شبكة داخلية بينهم. But VMs cannot access external network and they can't be accessed outside. إذن احنا عزلنا الـ virtual machines عن العالم الخارجي. أصبح ممكن يتواصل مع بعض، طبعا بشرط أن يكون اثنين من نوع internal network ويكون نفس الاسم للـ internal network. لكن ما في تواصل مع العالم الخارجي، وحتى مع الهوست ما في تواصل مع الهوست. ننتقل الآن لآخر نتوركينج مود اللي اسمه host only network. ال host only network زي ال internal network، كان نحن في ال internal network شبكة داخلية فقط لل virtual machines، الآن ضفنا عليها فقط ال host، فأصبح ال host هو جزء من هاي الشبكة. طيب ال host أصبح بيعمل dual role، يعني عنده دورين. أصبح ال host عنده IP address للتواصل مع العالم الخارجي، وأصبح عنده another IP address للتواصل مع شبكة اللي هو عبارة عن الـ virtual machines. طيب ما هي مزايا بهالحالة؟ الـ virtual machines they can't be accessed from the outside network. The network between the host and VM is possible. طلع ملاحظ هنا الـ host عندنا IP address 192.168.56.1، والـ virtual machines كلهم بيبدأوا 192.168.56. star star إنه مجموعة IP addresses. وأيضا الـ host
عنده انذر اي بي ادرس هذا خاص بالعالم الخارجي 192.168.10.2. طيب اذا هاي فكره اللي هو الهوست اور نتورك. اذا فينا تواصل بين الهوست او بين الفي امز، عندنا ايضا نتوركينج بين في امز، لكن برضو ميز احنا فقدناها انه الفي امز مش حابين او غير قادرين يتواصلوا مع العالم الخارجي. طيب ما بدي احكي ميزه فقدناها، حسب الاستخدام يعني ممكن انا هاي الميزه انا ما اكون بحاجه لها. خلينا نطبق بشكل عملي عليه. طيب راح اذهب لاول فيرتشوال ماشين النتورك، اختار نوعها هوست اونلي ادابتر. طبعا بختار ممكن يكون عندي اكثر من ادابتر، وبروح على سكند فيرتشوال ماشين نتورك هوست اونلي ادابتر. طيب نعمل ستارت لاول فيرتشوال ماشين و سكند فيرتشوال ماشين. طبعا اذا كان هم اوريدي ستارتد اي هاف تو كلوز ذيم، لانه حتى ياخذ نتورك مود افكت لازم اعمل ستارتنج للفيرتشوال ماشين مره كالعاده. كالي وايضا بالسكند فيرتشوال ماشين كالي. نفتح التيرمينال sudo ifconfig، ندخل باسورد. الان اصبح الاي بي ادريس 192.168.56.103. هذا احنا بنحكي عن هوست اول نتورك. طيب نتاكد اللي هو بسكند نتورك ايضا كالي sudo ifconfig 192.168.56.104. طيب خلينا نجرب نعمل بينج بتوين الفيرتشوال ماشينز. بينج 192.168.56.104. اوكي اتس بينجبل. من السكند فيرتشوال ماشين بينج 192.168.56.103. It's also bingable. نتذكر شو الاي بي ادرس الخاص بالهوست كان 56.1. طيب من الهوست حاليا نحاول نعمل من الهوست للفي امز بينج 192.168.56.103. اوكي بينجبل. و 104 it's also bingable. فالهوست شايف الفيرتشوال ماشينز. خلينا نشوف العكس. Ctrl C Bing 192.168.56.1 It's also bingable, which means إنه ال virtual machines شايفين بعض وأيضا ال host شايف ال virtual machines. طبعا ال host on network أنا ممكن أتأكد إما من خلال ال virtual box ما هو ال IP address الخاص بال host هو 56.1، أو ممكن من خلال ال control panel أروح على network and sharing center وأشوف ال data settings. راح يظهر عندي ادابتر اسمه فيرتشوال بوكس هوست اونلي نتورك، فهناك ممكن اشوف الخصائص وخصائص الاي بي فيرجن 4 واتاكد ما هو الاي بي ادرس الخاص بالهوست. وراح نلاحظ انه الاي بي ادرس الخاص بالهوست هو 192.168.56.1. فاذا عندنا خمس انواع نتوركينج مود بالفيرتشوال بوكس او الفيرتشوال بوكس. طبعا احنا جربنا كاكزامبل يكون عندنا two virtual machines من نوع كالي، لكن هذا الكلام برضو applicable حتى لو كان عندنا other virtual machines. NAT حكينا النات انه ال virtual machine اللي هو ال guest قادر يوصل للعالم الخارجي، لكن العالم الخارجي غير قادر يوصل لل virtual machine. في النات حكينا ما في قدرة لل virtual machines يتكلموا مع بعض. النات كان فيها إضافة اسمه port forwarding حتى مكن العالم الخارجي يتواصل مع الجست. النوع الثاني نات نتورك، الان ما زال هون الجست قادر يتواصل مع العالم الخارجي، العالم الخارجي غير قادر يتواصل مع الجست الا باستخدام فوروردنج، لكن تم اضافه ميزه انه الجست بينهم بين بعض قادرين يتواصلوا، بحيث انه انا فعليا ممكن يكون عندي اول فيرتشوال ماشين قادر يتواصل مع سكند فيرتشوال ماشين. هذا بالنسبه للنات نتورك. النوع الثالث اسمه بريدج
ادابتر البريدج ادابتر، هنا اصبح مستوى الجيست او الفيرتشوال ماشين نفس مستوى الهوست، فاصبح مباشره يتواصل مع الشبكه ويعمل انترسبشن للباكيت ويقرا بيانات من الشبكه بشكل مباشر. فطبعا هذا كلام خطر اذا كان الفيرتشوال ماشين حكينا او الجيست كان في هارمفول سوفت وير. انترنال نتورك، هون احنا فصلنا وعزلنا اللي هو الجيست عن العالم الخارجي عن الانترنت، فاصبح فقط تواصل بينها وبين بعض بدون ما يكون في تواصل مع العالم الخارجي ولا حتى مع الهوست. اخر نوع اللي هو اسمه الهوست اونلي نتورك، هنا اضفنا احنا ميزه انه اصبح هي انترنال نتورك لكن ضفنا عليها الهوست، فاصبح الهوست هو جزء من الانترنال نتورك. اخر سلايد عندنا هو مجموعة السوفت وير احنا قد يكون بحاجة لهم حتى ننزل اوراكل فيرتشوال بوكس وننزل اكستنشن باك اللي احنا بيساعدنا نتعامل مع الماوس واليو اس بي سبورت من هذا الموقع، حتى ننزل كالي كم اما كايزو او او في اي هذا موقع او هذا موقع. اذا حابين نعمل بورت فوروردنج ممكن نستخدم بوتي، هو عبارة عن سوفت وير بيساعد على بورت فوروردنج. الان هاي المواقع كلها زائد حتى البرزنتيشن راح يكون اللينك موجود في اسفل الفيديو. الان حكينا ايضا ملاحظات، اذا عندك الفيرتشوال بوكس نت وركينج وات يو كان دو، يو كان انيبل فيرتشوالايزيشن من خلال اللي هو البايوز كمبيوتر بايوز. نقطه اخيره، بعض الاحيان انا بكون عندي الماوس استك داخل الفيرتشوال ماشين، بكون باسفل الشاشه على اليمين عندنا شيء اسمه رايت كنترول، فانا اذا كبست على الماوس رايت كليك مع كبسه كنترول بكون قادر احرر الماوس واخليه خارج الشاشه بحيث انه يكون قادر اتعامل مع الماوس. اتامل يكون هذا الفيديو والفيديو السابق قادرين احنا فعليا عن طريقهم انه ننزل اللي هو البيئه اوراكل فيرتشوال بوكس زائد اللي هو الجيست وكالي جيست. السلام عليكم